صباح الفل على كل أحبابنا وأصدقائنا الأعزاء. والله أنا حابب أتكلم النهاردة عن الحركات الثقافية والأدبية والتجمعات الفكرية في المنصورة في الألفية في أول الألفية الثالثة، واللي يعني كانت المنصورة بتعج بحركة أدبية ربما لم تشهدها من قبل، وجود تيارات مختلفة. ويعني أنا أذكر عمنا محمد سعيد ألف رحمة ونور عليه، وده واحد من أعظم الحكائين اللي أنت ممكن تقابلهم في حياتك. كان بيتحلق حوله مجموعة كبيرة من المثقفين من كتاب المسرح وكتاب القصة والشعراء في حزب التجمع، كذلك كان في منتدى التلات كان في الحزب الناصري، كان عمنا عبد الفتاح الجمل مع مجموعة طلع من الجلسات ومجموعة كبيرة من المثقفين والأدباء والفنانين، وحتى طلع مجلات كذلك. يعني مش بس منتدى التلات وحزب التجمع، لا ده كان حتى في قصر ثقافة المنصورة كان في نادي الأدب الرئيسي، كان في يعني أنا بشوف إنه كان أقرب، يعني كان في نادي الأدب، وكان في منتدى عروس النيل في برضه في قصر الثقافة المنصورة، كان المرحوم الروائي عماد الدين عيسى، وكان المنتدى الأربعاء في القصر برضه كان الشاعر إبراهيم رضوان، وكان في نادي المنصورة في نادي المنصورة ده كان المرحوم صفي الدين ريحان، كان بيتحلق حوله مجموعة كبيرة من الشباب برضه. و يعني دي كانت أهم الحركات اللي كانت متواجدة في التوقيت ده، وكان فيها تجمعات ثقافية مميزة إلى أن تم إنشاء فرع اتحاد كتاب مصر، فرع المنصورة، وده كان تاني فرع إقليمي بعد الفرع اللي اتعمل في الإسكندرية، اللي عمله المرحوم فتحي الإبياري. الفرع بتاع المنصورة ده أسسه المرحوم شوقي وافد، والأستاذ شوقي وافد ومجموعة وعمنا الحمائل المنشاوي الله يرحمه، وعمنا سمير بسيوني ربنا يديله الصحة، وعمنا محمد خليل، ومجموعة من المبدعين الكبار. أذكر في الفترة دي إن إحنا لأننا استثمرنا وجود عمنا شيخ المبدعين وعمنا فؤاد حجازي إن إحنا نفكر نعمل نادي قصة. يعني أنا فاكر الجلسات اللي هي التحضيرية لفكرة إن إحنا نعمل نادي قصة دي، في أول إن في عدد كبير من كتاب القصة موجودين. يعني انا اذكر ان احنا انا والصديق العزيز اشرف حسن والصديق العزيز نصر عبد الرحمن والصديق العزيز فرج مجاهد وحتى الشاعر المترجم عبد الريس والشاعرة غادة عبد الفتاح، وبعد كده انضم محمد عبد الواحد، كان اعتقد ان الدكتور عبد المنعم البازي لم تخن الذاكرة كان بيجي قبل ما يسافر الكويت او كان بيجي في الاجازات. فعملنا نادي القصة، وكان برئاسة عمنا فؤاد حجازي، ودي كان من الكيانات اللي هي يعني ما استمرتش طويلا برغم ان كان فيها اخلاص، لان هي بدأت الاول بفكرة الجميع متوافقين عليها، لكن لكثرة المنتديات اللي موجودة دي احيانا، يعني احيانا بقول دايما دع الف زهرة تتفتح، ولكن احيانا كثرة المنتديات وغلاء المعيشة وكده بيخلي المبدعين في حيرة من امرهم، هل هم هيقدروا يركزوا؟ لو هو راح مثلا في بيروح نادي الادب، في كان بيروح المنتدى التلات، في كان بيروح عند ابراهيم مضران، في كان بيروح عند عماد عيسى، وفي نفس الوقت في عايزين يروحوا يبقوا معانا في نادي القصة اللي احنا أسسناه وترأسه عمنا فؤاد حجازي. لكن هي التجربة كأي تجربة كانت تجربة مبشرة، لكن هي انتهت يعني ايه وزالت، وبقيت الأندية الرئيسة زي نادي الأدب
حتى الآن فضل نادي الأدب قصب ثقافة المنصورة من الأندية الثقافية المبهرة اللي لمت اللي جمعت مجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين. كما يعني إننا يعني هي دي بس دي هتعوز إن يعني إحنا عملنا جلسات تحضيرية كتيرة لنادي القصة ما بين قهوة اللبن وقهوة الكابتن مع عمنا فؤاد حجازي اللي هي في الشيخ حسنين عشان نعمل نادي القصة ده. ولكن في النهاية التجربة يعني ده طبعا غير نادي القصة اللي أسسه المرحوم يوسف السباعي في القاهرة، إنما دي كانت فكرة إن إحنا بنحاول يعني نعمل للمبدعين وكتاب القصة نادي يقدروا يناقشوا فيه أعمالهم الأدبية. ده غير الاتحاد وزي ما قلت لكم قبل المنتديات الأخرى، لأنها كانت كلها بتناقش أعمال مختلفة سواء كان قصائد. دايما أنتوا عارفين الغلبة دايما لقصائد الشعر وللشعراء، فكان كتاب القصة برغم إن هما يعني كان العدد أكثر بس العدد برضه بيتعدى على الصوابع، يعني ما كانوش كتير بالمعنى قياسا إلى الشعراء، هما يعني يعتبروا أقلية برضه. فكانت فكرة نادي القصة دي كانت فكرة طبعا وليدة، هي فيما بعد طورنا الافكار دي في حاجه يعني عملنا بعد كده، بس بعدها بسنين طويله عملنا تجربه مختبر سرديات المنصوره، وهي التجربه الانجح بالنسبه لنا على الاطلاق. لكن كل ده يعني هيبقى له حديث تاني ان شاء الله، ومش عايز اطول عليكم. صباح الفل على كل الاحبه والاصدقاء.